أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات في حياتنا. الحلقة النهاردة تعتبر حلقة مختلفة، لأن الحلقة النهاردة بتتكلم عن كيان مهم جدا في مصر. الحلقة هتتكلم على المجلس القومي للشباب، وأول مرة أكون إعلامية وفي نفس الوقت ضيف. يعني النهاردة أنا موجودة معاكم بصفتي مقدم برنامج همسات في حياتنا، وفي نفس التوقيت بصفتي نائب رئيس المجلس القومي للشباب. طبعا بيشرفني طبعا أن أنا يكون معايا الأستاذ مايكل والأستاذ أهلا يحيى. أهلا طبعا بك. أسعدني وجودكم طبعا معايا جدا، وهسيبكم تعرفوا نفسكم بقى للمشاهدين. أستاذ مايكل الأول، علاقات عامة المجلس، طب نتعرف بس على اسم حضرتك الأول. مايكل وجدي. تمام، أنا في المجلس علاقات عامة، وحاليا بقيت الأمين، أمين عام. طيب. ويحيى يحيى محمود عبد العزيز حسن منيع، رئيس لجنة العلاقات العامة بمركز الحسينية، ومؤسس الفريق العمل التطوعي للعمل الإنساني. شرفتوني طبعا ربنا يخليك يا ونورتوني. دكتور. تسلم. واحنا شعارنا دايما في المجلس القومي للشباب قوة قيادة، قوة إرادة، قوة قوة شباب شباب تساوي ايه؟ تساوي قوة مصر. عظيمة، بتساوي قوة مصر. تمام، هبدأ الأول، وعايزة حد طبعا هبدأ بيك يا مايكل الأول، بما إنك طبعا الأمين العام، هتقول لي إيه هي الأهداف العامة للمجلس، وإيه هي الرؤية الخاصة بتاعة المجلس؟ تمام. أهداف العمل المجلس هي توفير فرص عمل استثمارية واقتصادية للشباب، تمام، تنمية كوادر جديدة، تعليم الشباب جداد، وتنمية حبهم لمصر والانتماء الوطني، والاعتماد بقى عليهم بعد كده في الشغل والمشروعات الاستثمارية والحاجات القومية الكبيرة اللي تحصل بعد كده، بما إنهم هيبقوا كوادر وفي منهم ناس سياسيين بعد كده. و طب عشان ما تكونيش في الكلام، انا عارفه ان آه الاهداف عندنا في اهداف دوليه وفي اهداف وطنيه وفي اهداف اقتصاديه، صح؟ تمام، فيعني ماشي حظك ان انت وقعت معايا. ماشي. نتكلم في الأهداف الدولية. خليني في الاهداف الدوليه الاول. مثلا حضور مؤتمرات تمام، دولية، وجلب بقى مثلا زي المنح للشباب، فرص عمل استثمارات مثلا هنا تبقى داخل مصر من رجال أعمال أجانب أو عرب، تمام، وتوفير فرص عمل ليهم هنا. حاجات تانية كتير مثلا زي تبادل بين المحافظات والتعاون ما بينهم في إحياء حاجات استثمارية وفرص عمل برضو للكوادر الجديدة وتنميتهم. تمام. طيب يحيى، تمام يا دكتور. لو قلت لك ايه فايدة المجلس القومي للشباب من وجهة نظرك؟ فايدة المجلس القومي للشباب بحفز الشباب على تعليم فن القيادة، وعلى تحمل المسؤولية، وعلى التكريم بين الأخلاق، وتحفيزهم على الأخلاق الحميدة والأسلوب الراقي، ونشر المحبة والتعاون بين الجميع، ويحفزنا على الثقافة الفكرية بين الشباب، ويعمل على توفير فرص عمل للشباب على مستوى محافظة الشرقية وعلى مستوى الجمهورية، وندوات تدريبية وندوات ثقافية وندوات علمية وندوات تعليمية، وتكريم برضو زي التكريم، بعمل حفلات تكريم للطلبة الأوائل في جميع مراحل التعليم. احكي لنا عن تجربتك، يعني انا مش عايزاك تقول لي تسريد لي، احكي لنا عن تجربتك، انت عملت ايه في المركز بتاعك؟ تمام. انا يعني انت كنت عامل دورة رياضية تقريبا او ندوة رياضية، احكي لنا انت عملت ايه، وعملت ايه مع وازاي المجلس اتعاون معاك، وايه كان دور المجلس، وكان دور رئيس المجلس الاستاذ محمد الشرقاوي. استاذ محمد الشرقاوي طبعا رئيس المجلس بتاعنا، طبعا ضمنا في المجلس من قيمه حوالي 3 شهور بالظبط. وطبعا الاستاذ محمد نظم انشطه رياضيه ودوريات دوريه على مستوى مركز الحسينيه وعلى مستوى محافظه الشرقيه. طبعا ضم اكبر فريق عمل متواجد طبعا داخل مراكز الحسينيه ومحافظه الشرقيه، وتوزيع اكبر جوائز على مستوى محافظه الشرقيه بالدوريات، وبحضور طبعا الشخصيات العامه والشخصيات والنماذج المتفوقه في محافظه الشرقيه. طبعا الحدث ده كان حدث جلل، وكان ليه كان معمول له تغطية إعلامية طبعا. تمام مظبوط، صح؟ تمام أنا مظبوط. شفت يعني، ومعانا كمان الصور هتظهر للمشاهدين على الشاشة بتاعت الحدث. طب يا جماعة، احنا انتوا ليه ما حاولتوش تنضموا مثلا لحزب سياسي؟ ما حاولتوش ليه تنضموا مثلا لمؤسسة مجتمع مدني؟ يعني ايه اللي خلاكم تفضلوا المجلس القومي للشباب؟ يعني ليه؟ بالنسبة للمجلس القومي، هو بيرشح الشباب الجداد ان هم ياخدوا فرص قيادية اكتر، انما باقي الحاجات التانية مثلا زي الجهات السياسية او الجهات التانية مؤسسات المجتمع بيبقى المدني، عندهم اصلا ناس كده كده كوادر كبار، فمش هيعتمدوا على ناس بادئة لسه جديد، او حتى لو هيديهم فرص مش تبقى بنفس الفرص اللي هناخدها في المجلس القومي.
هو ده حقيقي يعني من خلال شغلي في المجلس القومي للشباب، ان احنا اعتمادنا كله على الشباب مش على القيادات الكبيره. احنا بنعتمد على الشباب وبيحصل لهم فتره تاهيل واللي هو يعني تجديد لاراده الشباب نفسه، وان هو بيطلع بيهم لحاجه معينه، بيحطهم في بوزيشن معين هو عايزه يكونوا موجودين فيه، صح كده؟ تمام. بيستخدمهم بقى اللي هو ناس علاقات عامة، ناس قطاع استثماري، إعلاميين قطاع بقى، إدارة سياسيين، دبلوماسيين، أعمال. أعمال عامة. تمام، إعلاميين، تمام. طب ما تقول الحاجات دي، أنا لازم أقول لكم، أنا هبليكم. طيب، حضرتك بقالكم قد إيه معانا في بقى. المجلس؟ أنا بقالي حوالي 6 شهور دلوقتي. أول حاجة دخلت طبعا علاقات عامة، كان في منهم فترة حوالي 3 شهور تدريب. بعد كده هي 3 شهور دي اكتست بتبقى 3 شهور اختبار. تمام، تمام. يا بعد كده تكمل يا اكتست خلاص. الاختبار بتاعهم تمام. وخدت الاي دي بتاعي، واتعاملت بقى لاني علاقات عامه برضو بعدها بحوالي 3 شهور، وحاليا بقيت امين عام ماسك بقى استثمارات تانية كبيره. تمام. طيب، في انشطه كتيره اصلا اتعملت، اه انا عارفه. تمام يا يعني دكتور. يحيى، لو انت فاكر القافله الطبيه اللي كانت في حلوان، الانشطه الرياضيه، ماشي؟ القافلة الطبية وأنشطة تانية. أو أنا تمام. عايزة أتكلم على بعض الأنشطة اللي هي اتعملت فعلا على أرض الواقع، وعايزة نقول إيه المشاكل اللي أنتوا شفتوها وإزاي حلتوها في الأنشطة دي. القافلة الطبية، يعني نتكلم على نتكلم. الدورة الرياضية الأول اللي أنت عملتها يا إيه؟ تمام. الدورة الرياضية دي، يعني الأستاذ محمد عمل دورة على مستوى محافظة الشرقية، طبعا دورة كبيرة جدا، ضم فيها فرق كبيرة جدا جدا على مستوى محافظة الشرقية ومركز الحسينية. في فرق كبيرة انضمت لينا، طبعا عمل أكبر دولة حصلت في الحدث ده، دورة كبيرة جدا، فانضم فيها من الشخصيات دي والفرق الكبيرة دي، دورة كبيرة جدا، فعملت حدث كبير جدا في طيب، مركز الحسينية. وانا لو قلت لك ماذا يقدم المجلس للشباب على ارض الواقع، هو مش هيقدم غير رياضه بس؟ تمام. لا، هو طبعا المجلس القومي عمل حدث كبير جدا، في قدم احداث كتيره جدا واكثرها في فتره كورونا. ايه اللي حصل في فتره كورونا؟ طبعا في فتره كورونا، في بدايه ظهور فيروس كورونا كوفيد 19، تم توزيع 400 لتر على مواد مطهره ومعقمه على بعض المنازل، وتم تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسيه والشوارع الفرعيه بالمنازل والقرى باكملها، وتم توزيع بعض الكمامات والادوات المطهره، كمامات مثلا مثل الجوانتيات، وطبعا تم توزيعهم في اكثر من 25 قريه طبعا على مستوى محافظه الشرقيه. طب السؤال اللي جاي ده موجه ليكم انتوا الاثنين، بس كل واحد هيجاوبه يعني لوحده. مين اللي شجعكم ان انتوا تدخلوا المجلس، او مين كان السبب في تواجدكم جوه المجلس؟ هل بارادتكم ولا حد دفعكم لكده؟ دي اول حاجه. او مين اصلا اللي رشحكم، او مين اللي عرفكم؟ يعني في ناس، في شباب كتيره جدا في مصر ما زالوا ما يعرفوش ايه هو المجلس القومي للشباب، ولا ايه الرؤيه ولا الرساله بتاعتنا. تمام. هو بالنسبه لي اللي شجعني الرؤيه بتاعت المجلس او مكاني في المجلس، ان هو هيدرب الشباب بعد كده يبقوا قياديين، بعد كده مثلا يمسكوا سياسيين محافظات، يبقى ليهم هو دور فعال. بيأهلهم للمناصب القيادية في الدولة. ده اللي شجعني ان انا ادخل المجلس، انما مفيش حد ملموس. مين اللي عرض عليك الفكرة يا مايكل؟ لا، هي كانت فكرة بالنسبة لي عادي، ما يعني انت اول مش حد، شخصية معينة. يعني اول، يعني انا بالنسبة لي اول حد عرض عليا المجلس كان يحيى. شرف لينا يا دكتورة. طبعا ربنا يبارك ربنا فيك يا يخليك يا دكتورة، ربنا يعزك. طب انت بقى بالنسبة لك انت مين اول حد عرض عليك فكرة المجلس؟ وانا كان قدامي كذا كذا حاجة تانية، او ان انا ادخل اي كلنا مجال بيتعرض سياسي علينا تاني. احزاب سياسية، وكلنا تمام. بيتعرض علينا مؤسسات مجتمع مدني، وكلنا بيتعرض علينا اشكال مختلفة من بس العمل باختلاف العام. الاهداف، باختلاف الفكر، باختلاف التعامل. حضرت مؤتمر قبل كده تبع المجلس القومي للشباب؟ لا، حاليا بنجهز لحاجة تانية بس لسه. ايه هي بقى لو حبيت اعرف؟ يعني هو يعني مش قوي المعلومات اللي هقول عليها، بس هي تأهيل برضو كوادر تانية بتساعد على جلب فرص عمل خارجية، زي مواضيع استثمارية، مشاريع كبيرة استثمارية تحصل، دي بننميها، دي لسه شغالين عليها حاليا، هتضم فعلا عدد كبير جدا من الشباب للشغل. زائد الندوات التدريبية طبعا والندوات الثقافية دكتورة، وبنكون بعمل حفلات تكريم للطلبة الأوائل، وعمل تكريم للطلبة والنماذج الشخصية طبعا على مستوى محافظة الشرقية.
احنا اصلا في كذا نشاط دلوقتي المفروض ان احنا بدأنا فعلا نشتغل فيه، او كذا ملف مفتوح معانا. تمام. معانا الدورة التدريبية لإعداد الرئاسية القادة الموجودة في قاعة الإنتاج الحربي إن شاء الله، المفروض إن هي تمام تكون موجودة معانا الجمعة اللي بعد اللي جاية. تمام. ودي خاصة بتأهيل الكوادر أو تأهيل القادة للانتخابات المجالس المحلية، صح كده؟ تمام. طب أنا هعمل لكم يا جماعة ولا إيه؟ اتكلموا. حضرتك طيب. معانا كده كده. معانا في المجلس يا دكتورة. كمان إحنا عندنا طبعا مع كابتن محمد الأسيوطي في دورة تدريبية لاختيار المواهب الرياضية. عندنا في دورة مع أحد الشركات السينمائية لاختبار برضو المواهب الفنية. في حاجة كبيرة بقى يعني في المفروض تغطية إعلامية برضو على مستوى الجمهورية، هتبقى حدث دولي برضو ومعتمد برضو من وزارة. بالنسبة لإيه التغطية الإعلامية؟ مثلا في قنوات جديدة هتدخل الحدث معانا، وهتنضم للمجلس القومي للشباب يعني بإذن الله في الفترة القادمة. هو كده يعني هو طبيعي ان المجلس فيه مجموعه من الاعلاميين والاعلاميات. تمام مظبوط. فهو المجلس هيستعين بيهم الفتره اللي جايه يعملوا تغطيه اعلاميه لاحداث معينه تخص المجلس. تمام مظبوط يا دكتور. عندنا كمان المبادره، المبادره اللي هي لمحدود الدخل بالنسبه للسلع والاجهزه، السلع المعمره اللي هي اللي احنا بدأنا فيها فعلا نعمل فيها. انت المفروض ان انت واخد اصلا جوابات الترشيح اللي انت نازل بيها للمحافظين. تمام. فالمفروض ان احنا دلوقتي بنحاول نجيب الموافقات من المحافظين على اساس ان احنا نعمل المعارض بالنسبه، وان شاء الله يعني هيكون معانا صاحب ومؤسس المبادرة في مداخلة تليفونية برضو بإذن الله يتكلم على المبادرة بشكل تفصيلي. المبادرة هنبدأ بالثلاث محافظات وبعد كده هتمتد لكل محافظات الجمهورية إن شاء الله. يعني نطلع كده إن شاء الله، نطلع فيديو ونشوف تقرير عن المجلس القومي للشباب ونرجع تاني. مرة تانية والمجلس القومي للشباب سكور مصر، ومعايا اتصال تليفوني. معايا اتصال تليفوني. الو الو، مع حضرتك الحاج مجدي. انا لسه كنت بتكلم على المبادرة بتاعت حضرتك للسلع المعمرة، وانا محتاجة ان حضرتك بقى يعني كده احنا اونلاين قدام الناس كلها، عايزة حضرتك تقول لهم احنا يعني المبادرة، وان احنا بدأنا بثلاث محافظات في الاول، بدأنا نجيب الموافقات بيهم، وان شاء الله هندعمها على كل محافظات مصر. فعايزك تشرح لنا كده المبادرة. ما شاء الله. اولا السلام عليكم، وحييك وحيي كل الجمهور المستمعين. اهلا بحضرتك. ان شاء الله احنا بنعمل حاجة كويسة مع المجلس القومي للشباب، ان احنا بنعمل معارض تقطيط جميع الاجهزه الكهربائيه والمنزليه والتكييفات واللابتوب واجهزه المحمول والمفروشات وغرف النوم والاساس وكل ما يلزم الاسر. اي حد اي حاجه محتاجها الشخص يقدر يقسط معانا، الثلاجات، الاسلاب، وتجازات، شاشات، موبايلات، لابتوب، كل حاجه يقسطها معانا بدون مقدم نهائي، ما بيدفعش جنيه مقدم، وبدون ضامن نهائي، وباقل فائده لا تتصل الى 9% في السنه. يعني ممكن ياخد ثلاجه وغساله وبوتاجاز ومرتبه واوضه نوم مش هيزيد عن 400 جنيه في الشهر، حاجته كلها بالكامل. هي تقريبا جميع السلع المعمره يا حاج مجدي هتبقى موجوده في المعرض ان شاء الله. كل حاجه بفضل الله، من ابره الصاروخ مش هيبقى حاجه ناقصه لاي حاجه عايزها، مراتب، بلاطين، مفروشات، اوض نوم. على وبندخل معانا، بنحاول كمان ندخل معانا ان احنا نحيي كمان موبيلات دمياطره معانا، موجوده معانا في كل معارض، بحيث ان الدوله تشتغل والقطاع العام والخاص يشتغل والشركات تشتغل والناس تستفيد من المبادره دي. لان هو النهارده مش تقدر الناس في عز الغلاء ده، اللي نحاول ان احنا نحد من الغلاء. يعني انت لو اخدت حاجه النهارده ثلاجه وغساله وبوتاجاز، قسطك مش هيكمل 150 جنيه في الشهر. يعني هي المبادره دي طبعا بالتعاون مع بنك مصر، حضرتك كنت قلت لي كده. تمام. طيب هي المستهدف بها هم محدود الدخل او الموظفين عامه؟ الموظفين والقطاع العام والمعاشات ومستحق المعاش، الناس اللي هي دخلها قليل تقدر تستفاد معانا بالعرض ده، وتقدر تاخد اللي عايزاه بدون مقدم. حتى بقى عندنا كمان كل حاجه متوفره، يقدر ياخدها على المدى الطويل، يقدر يقسط معانا من سنه حتى 8 سنوات.
طيب لو انا سألت حضرتك ايه علاقة المجلس القومي للشباب بالمبادرة بتاعت حضرتك؟ المجلس القومي بيساعدنا دور كبير جدا، لان احنا عشان نوصل للناس دي كلها بنحتاج تسهيلات توصل لكل الناس دي عشان نعرف نوصل لاكبر عدد من الناس. هم المجلس القومي يعني ربنا يبارك له ناس مجتهدين جدا، انهم بيحاولوا يوصلوا ان الدعم ده لكل الناس اللي موجوده في المحافظه، بيستفادوا اكبر استفاده ان هم يقدروا ياخدوا حاجتهم واحتياجاتهم بدون ما يقدر بدون ما يكلف نفسه او يتداين او يستلف، يقدر ياخد الحاجه اللي عايزها بدون مقدم. ده كل ده بيتعاون معانا فيه المجلس القومي الشباب ان يقدر يسهل لنا الامور السنه التسهيلات دي الموجوده في كل المحافظات، لان احنا مش هنقدر نسهل وحدنا، كلنا لازم حد يتعاون معانا. هو احنا حاليا فعلا بدأنا نعمل موافقات في محافظة قنا وفي محافظة السويس وفي محافظة بني سويف، وفعليا جبنا موافقة فعلا للمعرض اللي في مرسى مطروح ده. تمام، ده على التجهيز اصلا، معرض مرسى مطروح خلاص. واللي انت شايفه بعد كده، هل هتقتصر على المحافظات دي ولا هتكمل التجربة على باقي محافظات الجمهورية؟ ان شاء الله بإذن الله هدفنا ان شاء الله نوصل لل 27 محافظة موجودين في مصر، نستفاد بيها كل محافظة تقدر تستفاد معانا بالعروض دي وتجيب احتياجاتها كلها على المدى البعيد. تمام، لان كمان فيها دي فيها ميزه حلوه ان احنا كمان بننشط التجاره، يعني النهارده في ركود في البلد في حاجات كتير جدا، فاحنا كده لما نيجي نطلع حضرتك اوضه نوم النهارده تجيبها النهارده ب 20,000 15,000، لا هدفعها كل شهر حوالي 250 جنيه بدون مقدم. تمام، فالتاجر بيشتغل والست بتشتغل وده بيشتغل والمواطن بيستفيد كله بيستفيد. هو الهدف في المبادرة توفير السلع لمحدود الدخل، وفي نفس الوقت هو تنمية الاستثمار. يعني تمام، يعني انا نفسي حضرتك، انا كنت قاعدة مع حضرتك وحضرتك شرحت لي الجزء ده كنائب للمجلس القومي للشباب، انا نفسي بس توضحه للمشاهدين ازاي المبادرة بتدعم الاستثمار في مصر. بص يا حضرتك، المبادرة دي الهدف منها النهارده حضرتك في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلد دي، اللي فيه ركود كبير جدا معانا، فلما نوصل للناس ان احنا بنشغل كل التجار معانا، فالتجاره بتشتغل يقدر يدفع، يقدر يشغل عمالته، يقدر يشغل موظفينه، يشتغل بالمنتجات اللي هو عايزها، نقدر نشغل جميع المنتجات دي، والمبادره توصل لكل الناس باقل سعر يوصل لهم، وبالفتره الطويله اللي هو عايز يحددها يقدر يدفع قسط مريح، يقدر يعيش هو واسرته في الظروف اللي موجوده دي. بامور ميسره ومش هيحس بان اي حاجه، ان الحاجات دي كلها تبقى اعصابها قليله جدا جدا جدا. يعني النهارده اروح اشتري تكييف ثمنه 7,000 جنيه فادفع هي اشتغل 100 جنيه بالشهر. تمام، فدي بالنسبه لي تنشط المصانع بتشتغل، السحب من الحاجات دي كلها منتجات مصريه، فاحنا بنشغل بيها ان احنا تبقى كل المنتجات دي بدل ما تبقى ان انا اخش اشتريها غاليه جدا اخش ثمنها كاش، لا نقدر نعصبها لك على مدى البعيد وتاخدها، فكده انت استفدت والتاجر نفسه استفاد والمصنع نفسه اشتغل والعماله اشتغلت وكله استفاد واصبح في رواج في البلد. تمام، اتشرفت بحضرتك طبعا يا حاج مجدي، والمبادره فعلا مبادره تتحسب لحضرتك وتتحسب للمجلس القومي للشباب، وان شاء الله هندعم التجربه على باقي محافظات مصر، وطبعا يعني كلنا طبعا في خدمة مصر والمصريين، وطبعا بقيادة المجلس القومي للشباب صقور مصر تابع للجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء. تشرفت بحضرتك طبعا. ربنا يخليك بالتوفيق ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. بشكر الحاج مجدي طبعا على المبادرة الجميلة اللي هو عملها ديا، هو بيوفر طبعا كده يعتبر موفر للاقتصاد المصري، وبيشغل الاقتصاد المصري طبعا، وبيعلي من السلع التوفيرية، وبوفر برضه فرص عمل للشباب برضه، يعني بيزيد. طب انا يعني هو تمام، هو الحاج مجدي شرح اللي هو كان عايز يقول، انا عايزه بس انت تقول لي انت عملت ايه مع المجلس في فتره الكورونا، الناس كلها كانت محبوسه بقى في البيت ومحدش بيطلع وخدمات تعتبر قليله والدنيا واقفه، وانت كان ليك دور مع المجلس يا يحيى في خلال فتره الكورونا، عايزك توضح لي بقى الدنيا فيها ايه. طبعا الدنيا كانت واقفه خالص في فتره كورونا، طبعا كليتنا كنا عارفين محدش بيطلع من بيوته، وكنا عارفين المساعدات كانت قليله جدا، فالمجلس القومي وفر حوالي 400 لتر مواد مطهره ومعقمه، مواد مطهره ومعقمه طبعا نزلناهم على المنازل ووزعناهم على الاهالي، ورشينا طبعا من فريق عمل متطوع، رشينا الشوارع الرئيسيه والشوارع الفرعيه طبعا، ورشينا القريه بالكامل بتوزيع كمامات طبعا وجوانتات وطبعا ادوات مطهره،
على القريه باكملها طبعا، على مراكز الحسينيه طبعا من المجلس القومي للشباب، وبرضه في ناس كتير اتبرعت لينا على ان هم يقدموا خدمات تطوعيه وخدمات تنفيذيه. اعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا. طبعا انا لو هتكلم عن المجلس القومي للشباب بقياده الاستاذ محمد الشرقاوي مش هتكفيني حلقه واحده بس، يكفيني ان انا اقول قوه المجلس القومي للشباب، قوه شبابك يا مصر وهم صقور مصر. انتظروني الاسبوع القادم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج همسات في حياتنا.